امبارح ما كانش في عندنا وقت طويل نتكلم، ولكن بكلمكم دلوقتي عن قصة محمد أبو تريكة. سألوني ناس، هو إيه حكاية أبو تريكة ده؟ قضية جديدة ولا قضية قديمة؟ لا، قضية جديدة. إجابة: قضية جديدة. طب دي بتعني إيه؟ بتعني حاجات كتير قوي. طب إيه تفاصيلها؟ هقول لكم دلوقتي حالا. دي معناها أبو تريكة إرهابي؟ أيوه. كام سنة؟ 5 سنين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات. معقولة؟ أيوه. طب واللي كانوا بيدافعوا عنه في الإعلام مش هرد، أنتوا ممكن تردوا، لكن أنا هوضح لكم الحقيقة. وهنا كلامي هيكون للنادي الأهلي. النادي الأهلي لديه مباراة اعتزال كابتن محترم حسام غالي يوم 11 مايو في دولة الإمارات العربية الشقيقة، وهذه المباراة اللي هتذاع حصريا على صدى البلد بإذن الله تعالى. بأخاطب النادي الأهلي ألا تتورط إدارة النادي الأهلي في دعوة أبو تريكة. تاني بقول ألا تتورطوا في دعوة أبو تريكة لحضور المباراة. وهقول لكم الأسباب القانونية، مش هقول لكم أسباب عاطفية. ابعدوا العواطف. وأشقائنا في دولة الإمارات العربية، كل التقدير والاحترام، إحنا بينا وبينكم اتفاقية تبادل متهمين. إذا وصل أبو تريكة لأي ميناء أو مطار عندكم، من فضلكم الاتفاقية توجب القبض عليه وتسليمه لمصر. ده رقم واحد. ليه؟ أبو تريكة على قوائم الإرهاب، وابو تريكه طبقا للحكم اللي صدر امبارح ولا اول امبارح واللي هعرضه على حضراتكم دلوقتي من الجريده الرسميه، ارهابي. ارهابي يقبض عليه، يسلم لينا وتسليمه لاجراء تحقيقات معاه، وقدامه محققين يقول انا بريء، يطلع المحامي بتاعه بيقول كلام ملوش علاقه بالقانون. سمعت محامي شفت له تصريحات كده امبارح ولا النهارده ولا ايه، بيقول لك اصل لا اتكلم، عايزك تتكلم قانون، سيبك من العواطف. قانون بيقول لك ايه؟ حكم محكمه النقض ده قضيه الاولى يوم 4 يوليو ان شاء الله. طيب لو صدر، اذا صدر حكم النقض بالغاء الحكم بالادراج، يظل ايضا على قوائم. ليه؟ طبقا للحكم الجديد بتاع امبارح. طب في ايه تاني؟ حكم الاداريه العليا، رغم انها مش مختصه، ولكن قالت الإدارية العليا قبل عدة أيام في الطعن بتاع أبو تريكة كانوا طعنوا على